طيب قلنا بأن الاسم ما هو الاسم؟ ما دل على مسمى. ما دل على مسمى. نعم. إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. تمام؟ قامت هيئة العمل الإنساني بمجموعة من الدورات التعليمية وغير التعليمية على مستوى رفي حماة الشمالي وأدب الجنوبي، وتقوم الآن بدورة الأجرومية في ريف حماة الشمالي في عدة مناطق وبلدات، منها قلعة المضيق، الهبيط، عفر كفرنبودة، الحواش، وفي ريف أدب الجنوبي في بلدات خان شيخون، معرة حرمة، ترملة، الهبيط. طبعا هذه الدورة لها أهمية في تفهم اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. من الجمهور. تمام؟ ولا سلطتم هذا الكلام الأجرومية. طبعا هذا الكتاب يشتمل على متن وله شرح، هو شرح التحف السنية في المقدمة الأجرومية وله شروح أخرى. طب وهذا الكتاب جيد جدا للمبتدئين في التعليم. Thank you.